هذه المكلا المدينة التي كتب المحضار أحرفها في قصائده بقلبه قبل القلم، هي اليوم وفي مشهد وفائي تحيي حفلا فنيا وتكريميا للمحضار في ذكرى رحيله العشرين. مشاهد الاحتفال بإحياء ذكرى المحضار لم تكن لتقتصر على الفعاليات الفنية الغنائية والأمسيات الثقافية. هنا في مدينة الشحر مسقط رأس الشاعر المحضار ومثواه الأخير، أعادت السلطات المحلية افتتاح متحف مقتنيات المحضار أمام الزوار بعد أن تمت إعادة ترميمه وتأهيله من جديد بشكل يليق بذكراه كظاهرة فريدة ظلت لعقود من الزمن محلقة في سماء شعر الأغنية الحضرمية الأصيلة. يعني بالنسبة لسيد حسين كان نجلس لنا جلسات يقول لي سيد حسين يسعيد على الغنى وحلانها بلغ سلامي لأهل الوفاء واليود والإحسان، وقل لهم مشتاق صاحبكم يطالب بالتلاقي، قصدوا زيارتكم تقع يومين أو يوم. هو احتفاء رسمي وشعبي في حضرموت بالمحضار شاعرا وملحنا وصاحب شجن، ملأ الدنيا بأشعاره المتميزة من حيث القوة والمعنى وملامستها لحياة الناس ومعاشهم. 20 عاماً انقضت على رحيله، لكن إرثه لا يزال حياً بيننا. فالمحضار ليس ماضياً، بل أيقونة فنية إبداعية عابرة للأزمان. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.